رجعنا لحضراتكم من جديد بأولى فقراتنا الحوارية. طبعا اليومين اللي فاتوا كان في حادثة مؤلمة جدا، وأكيد بنوجه التعازي لأم البنتين، إنه الأم خدت البنتين راحت تديهم دواء مضاد حيوي ضد البرد، والبنتين اتوفوا في الحال لأن هم خدوا مادة هي نفس المادة الفعالة بس مش نفس الدواء أو الشركة. طب إيه اللي حصل؟ الغلط عند مين؟ طبعا تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد الصيدلية وكل الأكشن اتاخد، ولكن احنا عايزين نوعي بقى الأمهات، لأن احنا عندنا للأسف موروثات كده اللي هو اسأل مجرب اسألش طبيب. أنا عارفة أدي لبنتي إيه وإيه الأدوية اللي أديها لها وإيه اللي ما الأدوية اللي ما أديها لهاش، والأم بتتصرف من دماغها على أساس إن ده حبة برد فأنا هديها الدواء وإن شاء الله هتبقى زي الفل. طب إيه اللي حصل في الحادثة دي تحديدا عشان نتجنبه فيما بعد؟ وإزاي إن إحنا نروح نستشير الطبيب المناسب، وإيه الأدوية المناسبة في نزلات البرد، وهل في أطفال عندها حساسية ضد أدوية معينة ومين هم؟ دي بقى النهاردة دي فقرة توعوية خاصة بالموضوع ده مع الدكتور عبد الله عطلة، عضو الكلية المصرية لأطباء الحالات الحرجة والرعاية المركزة للأطفال. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح النور أستاذة دليا، يعني ده ربنا يرحم طبعا البنتين، حادثة يعني كارثة بصراحة، وبتبقى اختين في نفس الوقت، لحظات بتبقى يعني سريعه جدا ومحدش يتوقع اللي بيحصل دوت. طب ايه اللي حصل بقى؟ يعني هل البنتين عندهم حاجه معينه ضد الماده الفعاله، ولا يعني ايه الملابسات الموضوع؟ ويعني احنا مبدئيا بسم الله، يعني المشكله الاساسيه دايما ان احنا الحقن عموما، اي حقنه في الدنيا ممكن تعمل حساسيه. اي حقنه مضاد حيوي، فيتامين، حاجه مثلا مضاد الحساسيه، حقن مضاد الحساسيه نفسها زي مثلا الكورتيزون نفسها بيحصل منها احيانا حساسيه عشان فعاليتها اعلى، فعاليتها اعلى، او مثلا بيحصل منها مثلا رياكشن انت مش متوقعه جينيا. يعني ممكن مثلا في ناس جينيا متوقعين ان هم يحصل لهم حساسيه اكتر من ناس تانية، ودي بتحصل في اي مكان. فهي الكارثه بالنسبه لنا دايما في مصر، واحنا دايما بنتكلم في الموضوع دوت، ما نديش حقن في مكان مش مناسب ان احنا ندي فيه الحقن، في مكان ما ينفعش نلحق بيه العيان بتاعنا. يعني المفروض الحقنه تتاخد فين بقى؟ يعني اخدها في انهي مكان؟ الحقنه دايما في المستشفى. في المستشفى؟ طب ما الصيدليات بتدي حقن. دي كارثه من زمان، ونفسنا نخلص من الموضوع ده، لان الموضوع ده عامل مشاكل كتيره جدا. اوكي. لو احنا مثلا الصيدليه في اليوم مثلا بتدخل لها 10 عيانين، لو ال 10 9 منهم عدوا بسلام، فمش مضمون ان رقم 10 دوت ان هو ممكن ان شاء الله يعدي. يعني طب ايه السبب ان لازم الحقنه تتاخد في المستشفى؟ السبب ان الحقنه لازم تتاخد في المستشفى ان احنا ما نضمنش اي اختبار حساسيه. في اختبار مثلا احنا بنقول ان احنا نعمل اختبار حساسيه للحقنه، ده جزء من الحوار مهم جدا. اختبار حساسيه ممكن يطلع حاجه اسمها فولتس بوزيتيف، يعني هو مطلع لنا ما فيش حساسيه وهو اساسا في حساسيه او العكس. فدي احنا ما نقدرش نضمنها. يعني احنا مثلا عملنا اختبار والاختبار مثلا طلع ان هو ما فيش حاجه، ودينا الحقنه وطلع فيه حساسيه، هنعرف نتصرف ازاي جوه صيدليه ما فيهاش لا مخرج اكسجين ولا فيها دكاتره طوارئ ولا فيها معدات ولا فيها تجهيزات موجوده في المستشفى تجهيزات موجودة لانها تلحق لو في حاجه حصلت. بالظبط. بالاضافه طبعا عندنا برضو مشكله ثانيه، الايادي المدربه. يعني غالبا في الصيدليه ديت اللود الحقنه مش لا صيدلانيه ولا دكتوره، ده حد شغال في الصيدلانيه تقريبا كان بنت تمريض او في كليه تمريض حاجه زي كده. طب ما هو التمريض يدي حقن عادي في المستشفيات، لكن ده كانت لسه في شغاله في الكليه، لسه يعني ما لسه ما بتدرس. الحاله اللي حصلت دي كانت لسه طالبه بتدرس. بتدرس في كليه تمريض. طب وده يحاسب عليه الصيدليه وصاحب الصيدليه انها عينت حد لسه بيدرس؟ عشان كده النيابه العامه اتخذت قرار بحبس الصيدلانيه، لان هي المسؤوله رقم واحد. ما ينفعش نعين طلبه لسه، لا لازم يكونوا خريجين، لازم يبقى صيدلي هو اللي واقف، ده معروف من زمان. برضه الحاجه الثانيه ان احنا الميزه في المستشفى ان احنا بنعرف نتعامل مع كل الحالات. يعني الحساسيه عندنا في منها انواع، في حاجه اسمها تحسس بسيط، وفي حاجه اسمها اللي هي صدمه تحسسيه. التحسس البسيط ده اللي هو شويه بس كده طفح جلدي، احمرار بسيط، هرش بسيط، الحاجات اللي هي بسيطه خالص. في حاجه اسمها صدمه تحسسيه اللي هي ما بعد التحسس ده، يعني يبدا الموضوع بطفح جلدي، بعدين مره واحده يبقى فيه زرقان لا قدر الله، صعوبه في التنفس، سرعه في التنفس لا قدر الله، غيبوبه، فقدان الوعي، الحاجات دي كلها اي حد في الشارع مش عارف يتعامل معاها. يعني انا حتى لو انا طبيب في الشارع مش هعرف اعمل معاها حاجه. يعني الاختين حصل لهم نفس الموقف، يعني واكيد يعني جسمين مختلفين. تمام. ايه اللي حصل؟ هل المشكله في الماده الفعاله؟ ايه المشترك؟ يعني الماده الفعاله، وهل هم استشاروا طبيب في الماده الفعاله ولا الصيدليه اللي اقترحت عليها؟ انا بصراحه اطلعت على الروشتتين بتاعت الطفلتين، في واحده كان مكتوب لها مضاد حيوي شرب، والثانيه كان مكتوب لها مضاد حيوي حقن.
فيمكن قد يكون مثلا الام عايزه عيالها تخف بسرعه، استسهلت، فدت الاثنين في حاجه اسمها كده، في كده جدا الامهات بتحب تنجز جدا في الموضوع ده بالذات. طبعا قلب الام بيبقى عايز ان عياله يعني اللي كانوا عيانين من ساعه دلوقتي يبقوا كويسين جدا. ما هو الدكتور لو عايز في دي يديها حقنه كان قال يعني هو، بس طب ما الثانيه اتوفت بالحقنه اللي كتبها، الثانيه اتوفت، فيمكن الدواء ده اتحل بحاجه غلط، يمكن كان متخزن بطريقه غلط، يمكن كان فيه شوائب، يمكن التشغيله مغشوشه. دلوقتي اليومين دول احنا بنواجه كل شويه اصدارات من مراكز دواء مختلفه تنبيهات ان في دواء فلاني فلاني رقم التشغيله بتاعته مغشوشه. من فتره كده من 6 شهور تقريبا كان في برضه مضاد حيوي بيتاخد لالتهابات الجهاز التنفسي العلوي، حصل منه برضه مشاكل جامده جدا، ترجيع مستمر ما بيوقفش باي طريقه، ترجيع ممكن الطفل يجي قدامنا يرجع 16 مره في ربع ساعه بيتصفوا. فللاسف يعني الحاجات دايما الحقن طالما هي حاجه بتخش الجسم بطريقه سريعه يبقى نتعامل في مكان مخصص للحقن. مشكلتنا الكبيره دايما ان احنا بنستسهل، ممكن نجيب حد جارنا مثلا بيعرف يدي حقن، فلو سمحت تيجي لي بس البيت تدي له حقن. طب هو لو حصل له حاجه في البيت حضرتك هتعملي ايه؟ الفكره مش فكره كمان ان انا بجيب حد في البيت، لا حضرتك بتتكلم على التجهيزات الخاصه بالمستشفى اللي بالزبط. ممكن تلحق لا قدر الله حصل حاجة يعني ريسبونس سلبي للحقنة. بالظبط. طيب سؤال بقى يا دكتور، أنا أم عندنا مشاكل إنه تحديدا مع الفيروسات اللي هي زي البرد، يقولوا ده برد فنديها مضاد حيوي الكورس مش عارفة كم حباية أو كم حقنة والولد بيبقى زي الفل. تمام. أنا عايزة أتخلص من هذا الموروث والثقافة إن الأمهات بقت أطباء. إحنا عندنا مشكلة في مصر إن إحنا دايما عايزين نسأل جارتنا، ده نسأل فلان، ده اسال مجرب ولا تسال طبيب زي ما حضرتك قلت قبل كده. فالناس بتستسهل، يعني مثلا ابني تعبان سخن شويه على طول اجيب له مضاد حيوي. طيب خافت حراره، خافت حراره على طول بجرعه احنا مش عارفينها، ممكن يبقى طفل مثلا اقل من 6 شهور وزنه قليل اديله خافت حراره جرعه كبيره لا قدر الله يتسبب في التهابات في الكبد او التهاب الكبدي، ودي بنشوفها كتير جدا بتدخل الرعايه المركزه بسبب الموضوع ده. طيب المضادات الحيويه بقى فيها كارثه ثانيه خالص غير الادويه الثانيه، ان هي بتعمل حاجه اسمها مقاومه للبكتيريا. مقاومه للبكتيريا يعني انا بديله مضاد حيوي مره الثانيه الثالثه الرابعه، بعد كده لو احتاج مضاد الحيوي دوت مش هيعمل مع اي حاجه وبيحصل له زي المقاومه ديت، فالبكتيريا ممكن لا قدر الله تدخله بحاجه اسمها تسمم بالدم، ودي كارثه كبيره جدا لان مفيش ساعتها مضاد حيوي بيجيب معاه نتيجه. طب بس يعني دايما الدكاتره بيكتبوا لنا مضادات حيويه في اي حاجه بتحصل لنا. ده بص يمكن ده براكتس خاطئ، ممكن يكون في حد بيستعجل شويه، ممكن برضه معلش في عيانين كتير جدا بيحبوا انا عايز ابقى بكره كويس، انا عايز ممارسة. انا عايز ابقى كمان ساعه كويس انا. هو المضاد الحيوي لعلمك في دراسه اتعملت 2021 بتقول ان مفيش فرق ما بين المضاد الحيوي والحقن والشرب من ناحيه السرعه. تمام. فبرضه احنا عندنا معلومات دايما خاطئه. طب لو حد عنده برد بقى دلوقتي ايه البديل؟ دي نقطه مهمه كنت عايز اقول لحضرتك عليها، ان احنا معظم اطفالنا معظم اسباب الحراره اسباب فيروسيه وبتخف بعد يوم او يومين بمجرد سوائل وخفض حراره بسيط بس. بس خافت حراره عشان ارتفاع درجات الحراره لو سبناه بيؤدي برضه لمشاكل عكسيه. بالظبط. خافت حراره او مسكنات زي اللي احنا بنقول عليها اللي هي مواد الباراسيتامول والايبوبروفين والحاجات دي، دي كلها حاجات الطبيب بيحسب الجرعه بتاعتها على حسب وزن الطفل او حسب سنه، وسوائل بسيطه يعني مشروبات دافيه بسيطه بيبقى الطفل كويس جدا. يعني هل حضرتك بتنصح ان مع كل مره الطفل بيعيا فيها برد يروح يكشف؟ لا، ما هو ده بقى اللي احنا بنقول عليه. إيه؟ ان هو الموضوع بسيط ابسط مما تتصور، ان هو سخن مثلا مره النهارده في اليوم مرتين الدنانو خافت سوائل دافيه في خلال يومين بالظبط تكون الحراره راحت خلاص وبقى كويس وبقى كويس ما فيش اي حاجه. استمرت هنا بقى المشكله فيستشير طبيب. يستشير طبيب. تمام. وفي فرق دايما ما بين الحراره اللي بيسببها البكتيريا والحراره اللي بتسببها الفيروسيه زي البرد والكلام من ايه الفرق بينهم في الاعراض؟ الحراره اللي بيسببها البكتيريا دايما بتلاقي الطفل بتاعنا نايم وشه شاحب رفض الاكل والشرب، النشاط بتاعه مش زي الاول، ما بقاش يلعب زي الاول، ما بقاش يتكلم زي الاول، شكله غريب يعني مش زي الاول. لكن الحراره اللي بتسببها الفيروسات زي او ادوار البرد والحاجات دي كلها بيبقى الطفل قدامنا في وقت الحراره بس تعبان وباقي اليوم كله زي ما هو بيلعب وبيضحك وبياكل وكويس معانا. لا تاني الجزئيه دي حضرتك بتقول انه في فرق ما بين نوعين من ارتفاع درجات الحراره، البكتيري والفيروسي. طيب ما هو اي ارتفاع درجات حراره في الجسم ايا كان اسبابه بيعمل الحالات اللي حضرتك بتقول عليها، حتى احنا ككبار بيبقى دايخين مش قادرين نتحرك. تمام. افرق ما بينهم ازاي؟ ان البكتيري دايما اعراضه اشد شويه، الحراره ما بتروحش بسهوله، درجات الحراره بتاعتها عاليه جدا حتى مع الخوافض، الطفل شاحب جدا. في استمراريه في الاعراض، في استمرارية نقدر نقول في الأعراض. ده العرض الاساسي اللي نقدر نحكم بيه. وشكله مش طبيعي، يعني احنا نقول لا ابننا شكله مش طبيعي، هو مش كويس، نومته بزياده، يعني ما بياكلش خالص،
لكن الاعراض الفيروسيه بتاعه البرد دايما بيبقى الطفل بتاعنا شكله الى حد ما ماسك نفسه، وقت الحراره بس اللي بتيجي مره او مرتين في اليوم بكتير قوي بتلاقيه باقي اليوم كويس جدا. الخوافض بتنزل الحراره بسهوله، زي برضو التسنين. يعني في ناس يعني التسنين في عند الاطفال تلاقي ناس بتجري على مضاد حيوي. طب احنا بنجري على مضاد حيوي عشان تسنين ليه؟ ما هو التسنين لازم بيسخن حاجه بسيطه. لو ادينا خوافض وشويه سوائل هيبقى كويس. طيب الكمادات حضرتك معاها؟ جدا، كمادات احسن علاج للحراره. وانا انهي بقى شكل من الكمادات؟ لانه في بعض الناس يقولوا ناخد الطفل ونحطه تحت الميه، ميه ساقعه، هل ده صح؟ التشاك ده صح؟ ده كويس في حالات معينه، اللي احنا خلاص جربنا الكمادات اللي هي تحت الباط وتحت الابط وبين الافخاد وعلى الرقبه، لا الراس ده اخر مكان دايما. ده دايما المكان ده هو الشائع في الكمادات. واحنا صغيرين احنا دايما كلنا خدنا ده الشائع، امهاتنا كلها ربنا يبارك فيهم على راسنا على طول. تمام. لا دلوقتي عشان دي السنتر، ده لا احنا بنحب نحط الكمادات دايما في الاماكن اللي فيها شرايين الدم الكبيره بتجري فيها، اللي هي بقى الابط تحت الابط طبعا. هنا على الرقبه لان في الشرايين الكاروتيد في الناحيتين، هايل. بين الفخاد، تمام، واخر مكان خالص اللي هو الراس. تمام، ده اخر مكان يا مامز. ده اخر مكان، لان المكان ده برضو هو ما بيبردش بسهوله، احنا يهمنا ان دوران الدم نفسه هو اللي يبرد شويه. طيب الودان برضو من الحاجات اللي بتسخن بسرعه. الودان غضروف، فهو مش مهم قوي بالنسبه لنا، اهم حاجه مش مهم. اهم حاجه الحاجات التانية اللي هي ايه. طيب اوكي. لكن قصه ان انا اخد الطفل واحطه في تشك ميه ساقعه، لا هي ميه ساقعه عموما مرفوضه عموما، سواء بالكمادات او تحت ال. امال بعمل الكمادات بانهي ميه؟ ميه فاتره، الميه دايما بتاعتنا تبقى ميه فاتره، لا هي اللي هي حراره الجو، لا هي سخنه ولا هي ساقعه. ميه الحنفيه العاديه اللي نازله، انت بمجرد هتحط له ميه ساقعه هتلاقيه بيرتعش وفجاه عايز يتغطى وهتلاقي الحراره بتعلى تاني. فاحنا يعني كاننا بنلف في دايره مغلقه، لا احنا خلينا في ميه عاديه او ميه فاتره. ودايما الدش دوت عند الضروره، يعني احنا عملنا كمادات ودينا مثلا خفض الحراره، ومثلا الدكتور وصف لنا البوس عند اللزوم، لان البوس في ناس بتستسهل فيه برضه، انا بخاف منه. ليه بقى؟ البوس دايما بيأثر على الكلى، اللي هو الاشكال الدوائيه موجوده في السوق في اللبوس، غير باراستامول. في ناس ممكن تستعمل اللبوس في اليوم 4-5 مرات ما عندهاش اي مشكله. يعني هو اخطر من الحقن؟ اخطر، لا زي الحقن، في خطوره الحقن. لكن الشرب سهله، حتى الامتصاص بتاعه اسهل شويه، لكن اللبوس ممكن ياثر معانا. فلو عملنا كل حاجه ولسه برضه الطفل بتاعنا لسه ما بيخفش او الحراره ما بتنزلش، ممكن نحطه تحت الميه الفتره برضه، فتره بسيطه كده، جسمه كله؟ جسمه كله بيتحسن على طول. في طبعا اطفال عندهم اللي هو التشنجات الحراريه، وهم جالهم قبل كده تشنجات حراريه، الحراره عليت مره واحده فبدا يتشنج، فهم دول الامهات عارفين ان هو لازم ده يتحط تحت الميه على طول. طيب هل فعلا يا دكتور في ارتباط ما بين ارتفاع درجات الحراره وما بين امراض زي الدمور؟ انه يعني انا مره طفل قال لي، كان جاله دمور وقال لي انا بعد ما ارتفعت درجه حرارتي حصل لي المشكله دي، ايه العلاقه ولا؟ لا هي العلاقه يعني هي مراحل، يعني هو سخن شويه بعدين سخن اكتر بعدين لا قدر الله تشنج. التشنجات دي بيحصل، ممكن يحصل فيها نقص مستوى الاكسجين اللي داخل المخ. اوكي. ساعتها بقى بيحصل دمور لا قدر الله او بيحصل. طب يلحق نفسه ازاي؟ الام يعني تلحقه الاب؟ اول حاجه احنا لازم يكون عندنا ترمومتر في البيت. ترمومتر جهاز رخيص جدا وبسيط وموجود في كل الاماكن، وفي منه انواع كتيره، وفي منه انواع سهله الاستخدام زي الديجيتال والحاجات دي. بس ازاي بقى ادق؟ ادق طبعا. بس هو استعماله صعب شويه وبياخد وقت شويه. لازم نتابع درجه الحراره، لو الطفل درجه حرارته بتعلى نشوف بتعلى قد ايه، كام قد ايه، كام مره في اليوم. بهذه الطريقه نعرف اذا كنا هنروح نقيس كام مره والتوقيتات المناسبه اللي اعرف بيها هي دي فعلا درجه حرارة. يعني مثلا ممكن مثلا ابقى بشرب حاجه سخنه الاقي نفسي ان درجه الحراره مش هي المظبوطه. تمام. وحد خد شاور مثلا سخن لسه درجه حراره الجسم عاليه، فممكن يدي يعني مؤشر خاطئ في الجهاز الترمومتر. ايه التوقيت المناسب اللي يقيس يعني بالظبط درجه حراره الجسم؟ هي الاطفال دايما بيبقى عندهم تعبيرات كده معروفه بالنسبه لنا، ان هو ان الواد ده سخن. ايه التعبيرات دي؟ اول حاجه يقول لك انا مثلا حاسس ان عظمي بيوجعني، حاسس ان رجليا بتوجعني، انا عندي صداع، انا مش قادر افتح عيني. ما طبعا بيظهر بقى على علامات تانية زي رعشه. طبعا علامات ارتفاع الحراره بالنسبه لنا احنا اللي بنشوفها على الاطفال، اول حاجه تلاقي الطفل بتاعنا بيرتعش، اطرافه بارده جدا وراسه سخنه قوي. اول ما نلاقي اطرافه خلاص بدات ترجع لدرجه حرارتها الطبيعيه ومشابهه لدرجه حراره الجبهه، ساعتها نبقى عارفين ان هو بدا الحراره تنزل تاني، او لو يكون بدا يتعرق من تحت الابط. توقيتات بقى القياس السليمه لدرجه الحراره؟ طول ما الطفل عيان المفروض نقيس كل 2 أو 3 ساعات. لا طفل سليم بتشك كل يوم عليه. بص هو ده ممكن يسبب قلق شويه للناس،
يعني لا يعني مثلا ممكن اول ما يصحى من النوم يقيس درجه حراره قبل ما ينام مثلا، يعني هي درجه الحراره الطبيعيه دايما من 36 ونص لحد 37 ونص، لحد 37 و6 37 و7، بتختلف من فصل لفصل او حسب النشاط. لسه لاعب كان مثلا متغطى جامد فصل الصيف ممكن الحراره تعلى حاجه بسيطه، لكن احنا اخرنا لحد 37 و7 37 و8. احنا دايما بنقيس لو احنا بس لاحظنا ان الطفل بتاعنا ده تعبان في حاجه غلط أو مش عمال على بطال كل يوم. لان اصل دلوقتي بقى في الوسوسه، بقت السهوله كمان استخدام الحاجات دي موجوده على طول. زي ايام الكورونا مثلا، كان مثلا اي حد مثلا عطس يجروا يجيبوا جهاز البلس بتاع الاكسجين ويحطوه. لا، ما هو الموضوع مش ما بنطمن يا دكتور، الناس بتقلق جامد قوي. ما هي الفوبيا دي بتعمل مشاكل جامده جدا على فكره. يعني بتخلي حتى الام اللي عارفه تنام بالليل ولا عارفه تاكل ولا عارفه تشرب ولا عارفه تاخد بالها من حياتها ولا حياه طفلها. فهو دايما احنا بيبقى الام بتبقى عارفه، هي ام اكتر حد. انا دايما بسمي الام هي طبيبه الطفل. هي بتاخد بالها الواد ده عيان او كويس او وحش او في مشكله، او تبقى واخده بالها.